اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نشرح كيفية عمل تأثير حركة الجرائد. طبعا مثل ما لاحظ تأثير باك جراوند الجريدة طبعا يعطينا تأثير جميل وأنيق في نفس الوقت. مثل ما لاحظ انه هذا التأثير بإمكانه انه يصنع حركات وصور جميلة واحترافية. مثل ما لاحظ امثلة متنوعة بإمكاننا نعملها من خلال تأثير الجرائد. طبعا راح نعمل هذا التأثير من خلال الأكشن، وطبعا هذا الأكشن هو متوفر للتحميل مجانا وبإمكانكم تحملوه من خلال صندوق وصف هذا الفيديو. بعد ما تحملون الأكشن راح تلقون هذه الملفات، ومن ضمن هذه الملفات طبعا ملف خاص بالبراش، ملف خاص بالباترن، وملف خاص بالأكشن. نجي إلى البراش نضغط عليه دبل كليك وحيفتح بالفوتوشوب، ومن ثم نجي إلى الباترن أيضا دبل كليك راح يفتح بالفوتوشوب أيضا. نجي إلى الأكشن أيضا دبل كليك أيسر وراح يفتح بالفوتوشوب. مثل ما نلاحظ أنه هذا الأكشن تم تنصيبه. طيب الآن راح نفتح الصورة اللي راح نعمل عليها التأثير. هذه هي الصورة. الآن راح نضيف طبقة جديدة. ضروري جدا الطبقة ضروري أنه يكون اسمها subject، ضروري يكون اسم الطبقة subject بهذه الطريقة subject. ومن ثم نضغط على المفتاح enter. طيب الآن بعد ما أنشأنا هذه الطبقة وضروري أن يكون اسمها subject، وطبعا الأحرف يجب أن تكون small وليس capital. الآن الخطوة التالية راح نصنع تحديد بالفرشات بنفس الشخصية اللي راح تكون محور الصورة. طبعا نجي على أداة البراش، كليك أيمن طبعا نصغر حجم البراش ونختار هذه اللي هي البراش اللي راح تكون الهاردنس بهذه الطريقة. الآن راح نجي نلون باللون الأحمر على الشخصية. طبعا بقدر الإمكان يفضل أن يكون التلوين بنفس حجم الشخصية. طيب الآن بعد ما أكملنا تحديد للشخصية راح نجي نحدد الطبقة الخاصة بالتحديد، ونجي إلى الأكشن نضغط عليه كليك، وطبعا هذا الأكشن في حال مظاهر نجي إلى ويندو، ومن ثم نجي إلى أكشن نتأكد أنه عليه علامة صح، ومن ثم نجي إلى هذا الخيار اللي هو الكورج آرت ونضغط على علامة التشغيل بهذه الطريقة، وننتظر حينما الأكشن يعمل التأثيرات بشكل ذاتي خطوة تلو الأخرى. مثل ما نلاحظ أنه تم عمل التصميم بطريقة احترافية جدا وبسيطة.